بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر معكم في محاضرات علم الطفيليات الطبية. اليوم إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة العاشرة اللي هي الإليمنتز. الآن حيصير انقلاب في المحاضرات، لأنه ابتداء من المحاضرة بنكون انتهينا من البروتوزوا وبدأنا في الإليمنتز. أنا قلنا في فروقات كبيرة بين البروتوزوا وبين الإليمنتز. البروتوزوا هي وحيدة الخلية، بينما الإليمنتز هي متعددة الخلايا. هنشوف أنواعها وصفاتها وتقسيماتها وإيش الطفيليات اللي موجودة فيها بالتفصيل إن شاء الله. ناخذ مقدمة عن الديدان الإليمنتز. زي ما حكينا، الليمنتك بارازايت الليمنتز هي عبارة عن ديدان متعددة الخلايا متسللر، أو بسموها ميتازوا. هي كمان يعني متماثلة، لو جينا قسمناها من النص بالضبط حنلاقيها طوليا، طبعا حنلاقي انه الجهتين متماثلين فيهم نفس الاعضاء بالضبط. باي لاترالي سيمتريكال انيمال، متماثلة تماما، إلا طبعا ثلاث أغشية جرثومية، عشان هيك بسموها تريبلوباستيك ميتازوا. وطبعا هي تتبع إلى مملكة الميتازوا. كلمة هيلمنث باللغة الإغريقية معناها ديدان، وورم معناها ايش؟ ديدان. لما بنتكلم عن تصنيف كلاسيفيكيشن للاليمنتز، هي تتبع شعبتين، تو فايلم. الفايلم الاولانية اسمها بلاتي اليمنتز. بلاتي اليمنتز تنقسم الى تو كلاسز. الكلاس الاولانية اسمها سيستودا، هي ديدان الشريطية تيب وورم. الكلاس الثاني تريماتودا ليفلوكس، اللي هي الديدان المفلطحة. الفايلم الثانية اللي هي نيماتيليمنسز، اللي بتتبع الكلاس نيماتودا برضو تتبع تو سب كلاس. الكلاس الأولانية أو سب كلاس الأولانية أدينوفورا، والثانية تكريناتا. نيجي لصفات الفايلم الأولانية اللي هي بلاتي إليمنتسز. البلاتي إليمنتسز اللي هي قلنا عنها اللي هي الديدان الشريطية، بسموها دورسو فنترالي أتندد وورم، يعني إلها ظهر وإلها بطن وطويلة. أتندد يعني ممتدة. عادة ما تكون الديدان الشريطية ملهاش قناة هضمية زي السيستودز، أو القناة الهضمية غير كاملة زي التريمادودز اللي هي الايه، ملهاش اينص، ملهاش فتحة شرج، لأن تجويف الطفيل مش موجود. تجويف الداخل للطفيل مش موجود. الفيزيرا أو الأحشاء موجودة داخل أو بأرضية جيلاتينية، موجودة على أرضية جيلاتينية. عادة ما يكون الطفيل الميل والفيميل في طفيل واحد فقط، الميل والفيميل في طفيل واحد فقط، بسموها هيرمافروديتس أو مونيكياس. هيرمافروديتس يعني خنثى، أو مونيكياس يعني الميل والفيميل في طفيل واحد فقط، يعني ما فيش ميل ولا فيميل، طفيل واحد فقط في الميل والفيميل، أعضاء الميل وأعضاء الفيميل. احنا قلنا سابقا انه البلاتي الميكسز تتبع تو كلاسز، الكلاس الاول سيستودا والكلاس الثاني تريماتودا. نيجي للكلاس الاولانية من بلاتي هيلمنتسز اللي هي سيستودا. سيستودا عبارة عن تيب لايك شريطية، قلنا دورسو فنترالي اتندد، اللي هي عبارة انها لها بطن ولها ظهر، و
ممتدة طويلة سيجمنتد، يعني مقطعة إلى أجزاء أو مقسمة إلى أجزاء، قلنا ما لهاش جهاز هضمي، والرأس تبعها زي ما شايفين في الصورة لتحت له سكرز، له مصات تمتص الطعام من الهوست من خلال السكرز هذه، وإلى كمان هوكس، الهوكس اللي هي الخطافات، الخطافات اللي هي المكان اللي بتمسك فيه الهوست أو الخلايا الهوست. إلها رأس سكوليكس، وإلها نك رقبة، وإلها بروج لوتايدس اللي هي السيجمنت هذه أو القطع اللي بتتكون منها الطفيل، القطعة اللي بتكون منها الطفيل بسموها بروج لوتايدس. قلنا طفيل مونوكياس، قلنا طفيل مونوكياس يعني الميل والفيميل في طفيل واحد فقط، وما فيش فيها بادي كافيتي. وفي عادة بتكون هي اوفيبيرس، اوفيبيرس يعني تضع البيوض، تضع البيوض، اوفيبيرس يعني تضع البيوض. نيجي للكلاس الثاني من الديدان اللي هو تريماتودا من بلاك هيلمنسز. بلات التريماتودا هذا عبارة عن طفيليات شكلها زي ورقة الشجر، ديدان مسطحة وغير مقسمة، مش زي السيستودا، نون انسجمنتد، غير مقسمة. الجهاز الهضمي موجود ولكن غير كامل، ملهاش اينص، ملهاش فتحة شرج، الها سكرز مصات ولكن ملهاش هوكس اللي هي الخطافات اللي بتمسك في الهوست. معظم التريماتودا مونوكياس يعني الميل والفيميل في طفيل واحد، ما عدا الشيستوسوما الميل والفيميل منفصلات عن بعضهم البعض. الشيستوسوما لطفيل البلهارسيا اللي هم البلهارسيا الميل والفيميل منفصلات عن بعضهم البعض، وزي ما حكينا هي اوفيبيرس يعني تضع البيوض. الفايلم الثاني اللي هو نيماتيلمنسز اللي هو موجود فيه فقط كلاس ديفاتودا، والديدان الاسطوانية ترنديكال وورم مستطيلة أو يعني موجودة على شكل اسطوانات، برضو كمان غير مقسمة انسيجمنتد. طبعا هي لها جهاز هضمي مع إيناس، ولها كمان بادي كافيتي لتجويف في الداخل. طبعا هي ملهاش سكرز مصات ولا هوكس، لكن إلها شبيه بالفم، سموها بكل كبسول، إلا شبيه بالفم والأسنان، بتعمل كاتنج بليت أو بسموها كاتنج بليت، يعني في إلى مكان شبيه بالفم اسمه بكل كبسول إلو كاتنج بليت. طبعا هي الميل والفيميل فيها منفصلات عن بعضهم البعض، ديكياس بسموها ديكياس، ديكياس يعني منفصلات عن بعضهم البعض سيبريتد. طبعا في منها هي تضع البيوض اوفيبيرس، وفي منها تضع اليرقات لارفي بورس. الصفات العامة للديدان، أول حاجة بالنسبة للأدلت الطفيل البالغ، في من أنواع الطفيليات البالغة إلها كيف فور كاتنج بليتس زي ما حكينا، إلى أسنان ولا زي قواطع. كيف بتتحرك هذه الطفيليات؟ عن طريق ماسكيولار كونتراكشن اند ريلاكسيشن، يعني انقباضات عضلية وانبساطات، تنقبض العضلات وتنبسط زي الثعبان بالضبط. العديد من الديدان لها سكرز، لها مصات ولها هوك، لما شفنا قبل شوية في منها إلى وفي منها إلى ملهاش، والعديد منها كمان إلها جهاز عصبي بسيط بريمتيف بدائي، وفي منها طبعا بالنسبة للجهاز الإخراج بيتر ديفلوب اكسيتوري سيستم بيتر ديفلوب، يعني بيشتغل او شغال بشكل كويس او متطور. الديدان اما تكون مونوكياس يعني الميل والفيميل في طفيل واحد، اعضاء الميل تناسلية تبعت الميل والفيميل في طفيل واحد، او ديكياس يعني بكون الميل والفيميل منفصلات عن بعضهم البعض.
نادرا ما تكون طفيليات بارثينوجينيك. ايش يعني بارثينوجينيك؟ انه بارثينوجينيك انه الطفيل تضع البيوض مخصبه بدون الاتصال بميل بالذكر، وهذه بتعملها مين فقط؟ اللي هي الاسترونجولويد، وهذه حالات نادره بسموها هذه بارثينوجينيك. بارثينوجينيك ايش يعني؟ زي ما هيدا تاني انه الطفيل يضع البيوض مخصبه بدون الاتصال بذكر، وهذه بتعملها مين؟ طفيل استرونجولويد. الاكزيب بالنسبه للبيوض، بعض الطفيليه تضع عدد ضخم من البيوض، ممكن تصل ل 200 الف بيضه في اليوم لفميل واحده، 200 بيضه في اليوم لفميل واحده. هذه البيوض لها اشكال زي ما شايفين في الصوره اللي تحت، لها اشكال مختلفه، حتى انه هذه الاشكال نستخدمها في المختبر للتعريف، تعريف الطفيليه to differentiate the helminthes. يعني لما نشوف مثلا البويضه تبعت السكارس بنقول هذه والله الطفيل هذا سكارس، هذا الطفيل اللي موجود عند هذا الانسان سكارس. نشوف بويضة مثلا اللي ملب سنانه نقول والله هذا الطفيل في ملب سنانه الموجود عند المريض. فإذا بنعرف الطفيل أو نتعرف على الطفيل من خلال شكل البويضة. لارفال فورمز اليرقات، طبعا البويضة لما تصير مخصبة تضع اليرقة اللي هي الديدان الصغيرة. طبعا الديدان الصغيرة لها أشكال وأسماء مختلفة حسب نوع او الكلاس تبع الطفيليات. مثلا في عندنا السيستودز اسماء اليرقات تبعتها ممكن نسميها سيستسيركاس، كونورياس، كوراسيديام، سيستسيركويد، بروسيركويد، هايديتد سيست، اند بليروسيركويد فورمز. كل وحده بيعملها طفيل معين، وناخذهم ان شاء الله خلال الشبات القادمه بالتفصيل. التريمادويد مثلا تعمل اللي هي الميراسيديوم والسيركاريا والريديا والميتاسيركاريا وسبوروسيس. النيماتودز بتعمل المايكروفيلاريا والفيلاريوفورم والرابديتيفورم لارفي، هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل ونشوف مين الطفيليات اللي بتعملهم بتعمل هذه اليرقات او بتنتج هذه اليرقات. تضاعف الديدان، تضاعف الديدان بيختلف عن البروتوزوا. البروتوزوا لما تدخل لداخل جسم الإنسان تتضاعف داخل جسم الإنسان، وشفناها هذه في الانتاميبا، وشفناها في طفيليات كثيرة خالص في الجارديا والأكانتاميبا وغيره. بينما الديدان هنا لا تستطيع أن تتضاعف داخل جسم الإنسان، جسم الهوست ما بتقدرش تتضاعف داخل جسم الهوست. عشان هيك العدوى لا تحدث من سنجل انفكشن، يعني من طفيل واحد. ما ينفعش تدخل طفيل واحد يعمل العدوى، لانه الطفيل مش حيقدر يتضاعف داخل جسم الانسان الا طبعا في استثناءات قليله جدا. فعشان هيك البروتوزوا لو سنجل انفكشن بتعمل عدوى، لو طفيل واحد دخل بتكاثر بيعمل العدوى بيعمل المرض. لكن بالنسبة للديدان لا تتكاثر ولا تتضاعف داخل جسم الإنسان أو جسم الهوست، عشان هيك لازم يكون في مالتيبل انفكشن أو هيفي وورم لود، يعني كمية كبيرة من الديدان تدخل جسم الإنسان عشان تعمل العدوى. هذا الفروقات بين السيستودز والتريماتودز والنيماتودز، الفروقات بالشكل والهيد والالمنتري كانال والبادي كافيتي والسكس واللايف سايكل. طبعا دي كل المعلومات حكيناها قبل شويه، وحكينا ايش الفروقات بيناتهم ملخصه بهذا الجدول عشان يعني يسهل الحفظ، اللي بده يحفظ هذا الجدول يحفظه ايش بسرعه. نيجي يا جماعه لاول طفيل اللي هو او اول كلاس اللي هو السيستودز اللي هي ديدان الشريطيه. سيستودز تعني باللغة الإغريقية جيردل أو ريبون اللي هو الحزام أو الوشاح.
شكل الطفيل زي الحزام او شكل الوشاح. كمان هي مالتي سيجمنتد مقسمة، او بتكون الطفيل من اجزاء زي ما شايفينها في الصورة اللي تحت. دورسو فنترالي فلاتن تيب لايك وورم، يعني شكلها زي الشريط، ديدان شريطية، وحجمها يختلف من طفيل الى اخر، ممكن تكون مليمتر وممكن تصل الى امتار، ممكن تصل لعشر امتار، ممكن تصل فقط لفيو مليمتر. الادلت ورم تبعها موجود في، عادة بكون موجود في الامعاء تبعت الانسان. تصنيفها النظامي، السيستودز تتبع احنا قلنا من اللي هو الشعبة تبعت البلاتي وليمنفيز، الكلاس تبعها سيستيديا. سيستيديا تنقسم الى تو اوردر، سيدو فيليديا وسايكلو فيليديا. السيدو فيليديا زي ما انتم شايفين الجينس تبعتها داي فايلو بوثريام سبايرو ميترا. في عنا السايكلو فيليديا اللي هي الجينس تبعتها اللي هي التينيا، تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم والكلينوكوكس. الصفات العامة للديدان الشرطية تيب وورم، الأدلت وورم الطور البالغ بيكون له ثلاث أجزاء، هيد سكوليكس بسموه، نك رقبة، وله ترانك جذع بسموه ستروبيولا. ستروبيولا نيجي للهيد اللي هو بسموه سكوليكس. الهيد تبع الطفيل الديدان الشرطية هو العضو الذي يلتصق بخلايا أمعاء الإنسان، يلتصق بخلايا أمعاء الإنسان. الآن هذا الديدان هذه تيب وورم إذا كانت من نوع سايكلوفيليديا، الرأس بكون له أربع سكرز، بكون له قديش أربع سكرز، أربع مصات، أو بسموه إيش أثيتابولا. أثيتابولا إن إذا كان من النوع الثاني سيدو فيليديا، السكوليكس بكونش له سكرز لكن بكون له شكل شبيه بالسكر بسموه بوثريا، عن طريق البوثريا هذه بيلتصق بخلايا العائل. طبعا عملية الالتصاق هذه مهمة جدا عشان الطفيل يحصل على الغذاء من العائل سواء كان إنسان أو حيوان. النك الرقبة، بالنسبة للرقبة فورا بعد الرأس بتيجي، وهي المكان الذي ينمو باستمرار وبكون اللي هي القطع تبعت الطفيل اللي بسموها بروغلوتايتس. بروغلوتايتس هذه بتكون بعد الرقبة، فدائما بتستطيل الرقبة أو تنمو الرقبة وبتكون هذه القطعة بشكل مستمر. في عندنا الترانك الجذع اللي هو ستروبيولا بسموه. ستروبيولا هو عبارة عن مجموعة من القطع اللي هم من بروغلوتايتس، بروغلوتايتس أو سيجمنت موجودة خلف الرقبة. هذه القطع تتكون من ثلاث أنواع اللي هي بروغلوتايتس. القطع هذه تتكون من ثلاث أنواع. النوع الأول يكون قريب من الرقبة اللي هو الاماتيور سيجمنت، قطع غير ناضجة، وراها على طول بيجي ماتيور سيجمنت الأجزاء أو القطع إيش الناضجة تنضج بعدها. آخر جزء من الطفيل بسموه الهنجات أو الهن إند قصدي، اللي بسموه جرافيد سيجمنت. جرافيد سيجمنت، جرافيد سيجمنت هذه المنطقة اللي بتكون موجود فيها إيش البيوض. التيب ورم هذه عبارة عن هيرمافرودايت يعني مونوكياس، يعني خنثى، الميل والفيميل بتكون في طفيل واحد فقط. البيوض تبعت الطفيليات الشريطية، البيوض تبعت السايكلوفيليديا بتختلف عن السيدوفيليديا.
الجنين بكون داخل البويضة يسمى أونكوسفير أو البيضة المعلقة، هوكت بول، البيضة المعلقة. ليش؟ لأنه بكون هو بيضاوي الشكل، وكمان له هوكليتس، خطافات. الأونكوسفير هذه ممكن يكون لها 3 أزواج من الخطافات. الجنين ممكن يكون له 3 أزواج من الخطافات، عشان بيسموه، عشان هيك بسموه هكسانث. هكسانث يعني السداسي، لأنه له 6 خطافات، 3 أزواج أو 6 خطافات. هذا الكلام اللي شرحناه في الأول بالنسبة للإيه اللي هي الرأس سكوليكس والهيد، والبي اللي هي الرقبة النيك، بتروح على اللي هي السيجمنتس. السيجمنتس بالنسبة للسي اللي هي ماتيور سيجمنت، والدي اللي هي جرافيد سيجمنتس اللي بتكون مولود فيها ايش؟ البويضات. بالنسبة لللايف سايكل تبعت الطفيل، الديدان الشريطية، الديدان الشريطية بتتم اللايف سايكل تبعتها في تو هوست، الديفينيتيف هوست والانترميديت هوست. عادة بكون الانسان هو الديفينيتيف هوست، انه بيحتوي على الطفيل البالغ الادلت، الا طبعا في حالات محددة. بس في حالة اللي هو طفيل اسمه كينوكوكس جرانديولوساس، بكون الدوج الكلاب هي الديفينيتيف هوست، والانسان هو الانترميديت هوست، وهذا استثناء. في طفيل التينيا سوليوم، احيانا في الانسان، الانسان اللي هو الديفينيتيف هوست، ممكن اليرقة تتطور الى طور البالغ، ممكن اليرقة تتطور الى طور البالغ. المرض والاعراض ده عادة ما يسببها الادلت وورم او اللارفال وورم، يا طور البالغ يا اليرقة. لكن الطور البالغ الادلت وورم بيعمل يعني اعراض بسيطة، مينيمال ديستربانس، اعراض بسيطة، بينما اللارفا اليرقة هي بتعمل اعراض خطيرة، خاصة اذا كان اليرقة راحت الى مكان معين في الجسم زي المخ مثلا او العينين، ممكن تعمل اعراض خطيرة جدا، لانه اليرقة بتكون هو الطور النشط، بينما الطور البالغ بكون الطور الضعيف او الطور اللي مش. هذا الجدول بيوضح الفروقات بين انواع الديدان الشريطية، تينيا سوليوم، تينيا ساجناتا، امرومسنانا، امرومسدايمونيوتا، داي تيلوبوثريام ليتام، تيلوكوكس جرانيولوساس. طبعا بورينا الفروقات في الرأس، مين فيهم له 4 سكرز، مين منهم 2 سكرز، وهكذا. في مين لهم هوك، في ملوش هوك. وكمان بورينا الفروقات في بروجلوتايتد اللي هي القطع، بروجلوتايتد اللي هي القطع، كيف في منها بكون بالعرض، وفي بكون طولها اكثر من عرضها، وفي بكون عرضها اطول من طولها، وهكذا. يعني في فروقات بيناتهم في الشكل. نيجي لاول انواع التيب وورم اللي هو سيلوفيليديان تيب وورم. ناخذ اول طفيل منهم اللي هو ديفلوبوتريام ليتام، هذا بسموه بشكل عام اللي هو الفيش تيب وورم او برود تيب وورم، يعني الدودة الشريطية الخاصة بالأسماك، أو الدودة الشريطية الواسعة أو الطويلة. الهابيتات تبعته مكان وجوده ده عادة بكون موجود في السمول انتستاين في الإنسان، في منطقة الإيليوم، آخر جزء من الأمعاء الدقيقة، وبكون ملفوف ملتف، وبكون الرأس موجود داخل الميوكوزا، داخل اللي هو الغشاء تبع الامعاء الدقيقة، عشان يمتص الطعام من الانسان، لانه الطفيل زي ما حنشوف كمان شوية طويل، يعني طوله ممكن يصل 10 امتار. الشكل تبع الطفيل، اولا الادلت لونه زي لون العاج ايفوري كلارد، وطويل جدا ممكن يصل ل10 امتار، وكبير، يعني هذا الطفيل كبير جدا، يعني من اكبر الطفيليات اللي ممكن تعيش في الامعاء الدقيقة تبعت الانسان. والادلت تبعه ممكن يتكون من 3 اجزاء اللي هو سكوليكس والنيك والاستروبيولا. كما انتم شايفين في الصورة بتكون من 3 اجزاء طفيل، سكوليكس اللي هو الراس، النيك اللي هي الرقبة،
الاستروبيولا اللي هي القطعة اللي بتكون منها الطفيل، اللي بتكون آخرها قلنا اللي هي الجرافيد سيجمنت اللي بيكون فيها البيوض. البيوض تبعت الدفريام بليتام غزيرة، ممكن الطفيل يضع 1,000,000 بويضة في اليوم الواحد. البويضة واسعة وكبيرة، حجمها 65 ميكرومتر، عرض 45 ميكرومتر، ولها غشاء سميك ولامع، لايت يعني لامع. كمان البويضة إلى غشاء أو غطاء خيشومي بسموه بروكيولام، بسموه بروكيولام، غطاء خيشومي من جهة، ومن الجهة الثانية كأنه في مقبض صغير بسموه سمول نوب، بسموه سمول نوب. لكن في النهاية البويضة ليست معدية للإنسان، ليست معدية للإنسان. هاي شكل البويضة، شايفين النوب اللي تحت والغطاء الخيشومي اللي فوق. اليرقة لها ثلاث أطوار، الطور الأول بسموه كوروسيديم، عبارة عن جنين بكون موجود حواليه سيليا أهداب، البويضة بكون حواليها أهداب يعني، أو الجنين بكون حواليه أهداب بسموها سيليتد فيرست ستيج أكويتيك إمبريو أو كوروسيديم. الطور الثاني بسموه اللي هو بروسيركويد، الطور الثالث بسموه لابروسيركويد ريفا، لابروسيركويد ريفا أو بليروسيركويد. هدول الثلاث أطوار تبعون اللارفي يعني بيحدثوا ورا بعض. نيجي لللايف سايكل، ديفينيتيف هوست اللي هو الإنسان أو الدوجز أو الكاتس. طبعا الإنسان هو أفضل أو الهوست النموذجي. في عنا تو انترميديت هوست، الفيرست انترميديت هوست هو عبارة عن كائن من الكائنات البحرية بسموه كوبيبيد أو بسموه سايكلوبس أو ديبتوماس، هذه من الحيوانات البحرية الصغيرة زي ما شايفينها فوق في الصورة على اليمين. السكند انترميديت هوست هو عبارة عن السمكة، سمكة السلمون المرقطة هي السكند انترميديت هوست. الطور المعدي للإنسان اللي هو بليروسيركويد لارفي اللي هي اليرقة من الطور الثالث، الطور الثالث بليروسيركويد لارفي. الآن الإنسان نبدأ من عند الإنسان، الأدلت طفيل الأدلت بيعيش في أمعاء الإنسان سمول انتستاين. طبعا هذا الطفيل بيضع البيوض، بيضع الأوبرجيكيوليتد إيجز، البيوض اللي لها غلاف قلنا ولا غشاء خيشومي. تضع اللي هو البيوض في براز الإنسان، الإنسان بيجي بتبرز، ممكن يتبرز في البحر مثلا أو في المكان وجود الأسماك. الآن البيوض هذه بتيجي، طبعا البيوض هذه ممكن بعد هيك تصير يعني مخصبة، يعني ممكن تكون في البداية إماتيور إمبريو وبعدين ممكن تصير اللي هو ماتيور إمبريو، طبعا بنسميها إحنا الجنين داخل البيضة اللي هو الأونكوسفير، بنسميه إيش؟ الأونكوسفير. هذه اللي هي ثلاث مراحل من مراحل تطور اللارفي. الآن في المية بتيجي الحيوانات البحرية السايكلوبس هذه بتأخذ البويضة وبتتحول البويضة، طبعا بتصير ناضجة من 10 أيام ل15 يوم، تتحول لكوراسيديم، كوراسيديم بتكون إلى إيش؟ أهداف. الآن هذه البويضة بيجي بياخدها مين؟ تيجي السمكة تأكل، تتغذى على هذه الحيوانات البحرية اللي هي السايكلوبس وبتدخل داخل السمكة، لأن السايكلوبس بيدخل داخل إيش؟ السمكة، السمكة اللي هي السكند انترميديت هوست، وبكون داخل السمكة المرحلة الثانية من الطفيل
احنا قلنا المرحله الاولى كوراسيديم، المرحله الثانيه بروسيركويد لارفي، بتروح على الانتستاين تبعت السمكه وتنمو وتتحول الى بليروسيركويد لارفي. بليروسيركويد لارفي اللي هو الطور المعدي للانسان، او بسموه سبرنجيام. سبرنجيام الان بيجي الانسان، لان الطور المعدي داخل السمكه، بيجي الانسان بصيد السمكه بده ياكل السمكه، ممكن ياكلها نيئه او مش مطبوخه بشكل جيد، فبياكل مع السمكه اللي هو الطور المعدي اللي هو بليروسيركويد لارفي، بدخل داخل جسم الانسان. الان اللارفي تتطور داخل جسم الانسان الى ادلت في الامعاء الدقيقه تبعت جسم الانسان، وبعدين بتصير الطفيل ناضج خلال 5 لـ 6 أسابيع ويضع البيوض. تضع إيش؟ البيوض. فبيجي الإنسان بتبرز في ماء مرة تانية، في بحيرة ولا في بحر ولا في أي مكان، وبترجع تاني اللايف سايكل، بتيجي الحيوانات البحرية السايكلوبس بتاخد البويضة وبتنعاد تاني اللي هي اللايف سايكل. الأدلت ورم ممكن يعيش ل10 سنوات أو أكثر، ممكن داخل جسم الإنسان أو في أي مكان. هذه ملخص اللايف سايكل. قلنا بيجي نبدأ من عند الإنسان، بيجي الإنسان بياكل السمكة نيئة مش مطبوخة كويس، بكون داخلها بليروسيركويد لارفي الطور المعدي. الطور المعدي داخل أمعاء الإنسان هذا بتحول لأدلت. الأدلت بعد فترة هذا بيضع البيوض، يضع البيوض خلال أيام قلنا أو خلال أسابيع، تضع البيوض والبيوض هذه بتروح على براز الإنسان. بيجي الإنسان بتبرز في بحيرة أو في مية بيكون موجود فيها السمك، بنزل البويضة في براز الإنسان، بتنزل البويضة في المية، داخل المية بتتحول البويضة لكوراسيديم، للمرحلة الأولى الكوراسيديم اللي بتكون فيها سيليا لأهداب اللي هي البويضة. الكوراسيديم بتروح بتدخل داخل حيوان بحري اللي هو السايكلوبز. السايكلوبز داخل السايكلوبز بتحول الكوراسيديم للطور الثاني بروسيركويد لارفي. تيجي سمكة بتاكل اللي هو الحيوان البحري هذا، بكون داخلها بروسيركويد لارفي، داخل مع السمكة بتتحول بروسيركويد لارفي الى الطور الثالث بليروسيركويد لارفي، هذا الطور المعدي للانسان. بيجي الانسان بياكل السمكة وبياخذ الطور المعدي وبنعدي ويصاب بالمرض. بالنسبة للامراض اللي بيسببها هذا الطفيل، ممكن يسبب اعراض مختلفة، ممكن ابدومينال ديسكومفورت يعني عدم ارتياح بالبطن، نوزيا، غثيان، ويكنس ضعف، ويت لوس نقص في الوزن، ميغالوبلاستيك انيميا، ممكن تعمل انيميا من نوع الميغالوبلاستيك. ممكن الانيميا كمان تنتج عشان الطفيل بيمتص كمية كبيرة من الفيتامين بي 12، مع لانه الطفيل طويل جدا بده غذاء فبيمتص الفيتامين بي 12 من الانسان، فبتتحول الانيميا لميت ميغالوبلاستيك انيميا. لابوراتوري دياجنوزيس بنشوف البويضات في براز الانسان او بنشوف القطع، ممكن تنزل قطع بروجلوتايدس من براز الانسان. ممكن تعمل دياجنوزيس كمان، نعمل الاي جي ام والاي جي اي، نشوف اللي هو السيرولوجي تبعت الطفيل في دم الانسان. الوقاية، اولا طهي الطعام بشكل جيد، طهي الاسماك بشكل جيد عشان يموت الطفيل. ثاني شيء اذا كان بدنا ناكل السمك ني، ممكن نحطه في الديب فريزر لناقص 10 لمدة 24 او 48 يوم على الاقل. ثالث حاجة، نمنع تلوث مصادر المياه، البحار والبرك والكذا اللي بربي فيها الاسماك، نمنع تلوث المياه هذه ببراز الانسان، نمنع التبرز في هذه المياه. بعدين معالجة القطط المنزلية أو الكلاب المنزلية إذا كان عندها موجود الطفيل، لأنه ممكن هي تؤدي إلى انتقال الطفيل أو الطفيليات من إنسان
أو من الحيوان للإنسان، فنعالج هذه الطفيلية، نعالج طبعا هذه الحيوانات من الطفيليات.